وبالتعاون مع دار بابل للثقافات وقيمة جلسة أدبية لاحتفاء بالأديب العراقي الراحل يوسف الصاغ بمناسبة صدور ديوانه الأخير استيقظ يا يوسف، حضر عدد من الأدباء والشعراء. سمير الحميدي والتفاصيل. الحوس الشخصي لدي بيوسف جعلني أن أحفظ كل شيء يعني يتعلق بيوسف بشكل جانبي، فكانت هناك المجموعة القصائد غير المشهورة استدركت عليها نحو 20 نصا. في أمسية جميلة من مساءات بغداد تمت إقامة جلسة الاحتفاء بالكاتب والأديب والروائي الراحل يوسف الصائغ، والتي حملت عنوان يوسف الصائغ الإشكاليات والإبداع، والتي احتضنتها دار بابل للثقافات بالتعاون مع بيت الشعر العربي بمناسبة صدور ديوانه الأخير استيقظ يا يوسف. بيت الشعر العراقي بالتعاون مع دار بابل يستعيد قامة شعرية مهمة، الشاعر والمسرحي والكاتب يوسف الصائغ، تحت عنوان جلسة استعادية تحت عنوان يوسف الصائغ الإشكاليات والإبداع. هي شخصية إشكالية، هناك كثير من المخطوطات ليوسف الصائغ مثلما تحدث الصديقان الدكتور أثير محمد شهاب وأيضا الأستاذ علي وجيه، كانت هناك شهادة مهمة جدا من قبل الشاعر المبدع حميد قاسم. يوسف الصائغ تراث شعري كبير وتراث نقدي كبير وتراث مسرحي كبير. ويعد الصائغ من الشخصيات المرموقة في مجال الأدب والتي يثار الجدل حولها لما تتميز به هذه الشخصية من الغموض والالتباس، ولم يتم التطرق لها من قبل الأكاديميين والباحثين لأسباب معلومة لدى البعض ومجهولة لدى البعض الآخر. يوسف الصائغ شخصية ملتبسة لأسباب عديدة، من أهمها التباس الوضع السياسي العراقي، يعني خصوصا يعني من الأربعينات إلى يومنا هذا، وإضافة إلى تقلباته حتى تتعلق بالانتماء الديني والبيئة التي نشأ فيها يوسف الصائغ، وكثير مما يمكن أن يقال عن يوسف الصائغ. وأعتقد أننا مهما قلنا ومهما كتبنا عن يوسف الصائغ تبقى هذه الشخصية بحاجة إلى المزيد من البحث، مزيد من الاستقصاء. ولأن هذا الأديب مكمن للإبداع الأدبي بكل فنونه، أمر دعا كل من الشعراء حميد قاسم وأثير محمد شهاب وعلي وجيه إلى المساهمة في إصدار هذا الديوان والتحدث عنه في أمسية الاحتفاء هذه، حيث عاصره البعض منهم وأعجب به البعض الآخر بعد أن نقب وفتش عن تاريخه الأدبي. استطعنا من خلال هذا الديوان، هو الديوان الأخير ليوسف الصائغ، هو جمع كل القصائد التي كتبها يوسف الصائغ قبل رحيله، وذكرنا في داخل هذه المجموعة ما فات هذا الديوان من قصائد، وتم بالتحقيق من قبلي وقبل الصديق علي وجيه. كنت أذهب إلى مكتبه في دائرة السينما والمسرح خصوصا خلال الإنجازات الدورية، ولأننا في ذلك الوقت كنا وقودا لتلك الحرب العبثية المجنونة. لبرنامج صباح الخير يا عراق، سمير الحميدي، بغداد.